قرر أن يعود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء في محاولة جديدة لاستئناف مهمته التي تعثرت السبت الماضي بعد رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية بصفته رئيسا لليمن، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. في تطور جديد يزيد المشهد اليمني تعقيدا، تأجلت زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى صنعاء. السلطات اليمنية التي طالبت دول الخليج بالتدخل لحل أزمتها تحركت منذ شهر لاحتواء نيران الأزمة اليمنية من أجل إنقاذ الرئيس علي عبد الله صالح من شعبه وإنقاذ شعبه منه وفقا لمراقبين، إلا أن المبادرة الخليجية تعثرت بعد تراجع صالح عن توقيعها، وهو الذي قبلها بعدما رفضها أولا وعدلها ثانيا ووضع لمساتها الأخيرة ثالثا. تعثر المساعي الدبلوماسية الإقليمية لإخراج اليمن من محنته المستعصية بعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى يقابله تمسك من قبل المعارضة بالنسخة الأخيرة من المبادرة الخليجية وبمواصلة الاحتجاجات. وبين هذا وذاك، يؤكد المراقبون أن الرئيس اليمني يظهر قدرة عالية على المناورة والمراوغة السياسية في كل المبادرات والوساطات بعد 3 أشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن، واقع يفتح الباب على مصراعيه أمام التنبؤات بملامح الوضع في اليمن، حيث رئيس يؤكد شرعيته المستمدة من الملايين من مناصريه الذين يتوافدون كل يوم جمعة إلى صنعاء، وأيضا حيث طوفان بشري ثائر يهدر في ساحات وميادين وشوارع اليمن بشكل يومي. وبين تحدي الرئيس صالح بمواجهة خصومه بما أسماه مواجهة التحدي بالتحدي، وبين خطر فشل الدبلوماسية، تعلو أصوات التحذير في هذا البلد من الدخول في دوامة العنف الأهلي، ما يعني سفك دماء اليمنيين إلى ما لا نهاية. رويدا الشرجبي، روسيا اليوم.